سموه حطب عشان تأكل بعضها بعضا. الحطب يا أخوان في نار جهنم، أهل جهنم لا ينامون ولا يموتون، لحافهم من نار، شرابهم من نار، أكلهم من نار، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار يوم تقلب وجوههم في النار. في نار جهنم يلقون إلى الحطمة. الله أكبر. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. نار الدنيا بأيش تشتعل عمي؟ بالحطب والبنزيمة هيك؟ ولكن هونيك وقودها الناس والحجارة، يقول ربنا تبارك وتعالى أعوذ بالله من نار جهنم أبد. اشتبرنا كلا لينبذن في الحطمة. هذا يحسب أن ماله أخلدا. بو جهنم atılacak olan bir kişi, ebedi bir şekilde malı ona diriltecek, yaşatacağını zanneden olan bir kişi mutlaka cehenneme atılacaktır. Niçin? Çünkü gerektiği yerde Allah'ı birlemedi, gerektiği yerde Allah'a kulluk etmedi, malından infak etmedi. Yetimler, miskinler, hatta fukaralar orada var ya, ya Rabbi ya Rabbi sen hâzâ limâ mena'ani min hayrihi ya Rabbi diyecek. Ey Allah'ım, bu zengine sor ey Allah'ım, İmkanı olduğu halde bana neden yardım etmedi ya Rabbi diye orada şikayetçi olacak insanlar orada. İşte burada yahsebu enne ma lehu ahlada, zannediyor ki ebedi bir şekilde yaşayacağını zannediyor. Ama oysa dünya mazra'atil ahira, dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Burada ne ekersen onu biçeceksin. Naam. İşte cehenneme atıldıkları zaman ehir ve entehi lemme yedhul ila cehennem. بدي يقول لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يعني ما جاءكم القرآن، ما جاءكم الرسول، الأنبياء ما قالوا نعم يا ربي، نعم يا ربي، بل غلبت علينا شقوتنا يا الله، وكنا قوما ضالين يا ربي، أخرجنا يا الله. ويعلم ربهم تبارك وتعالى لو أخرجهم إلى الدنيا كمان بدأ يعود إلى المعاصي، لأنه هو اللي خلقهم، والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أيش بدي يقول لهم الآخر؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. الكافرين المشركين أبد يخلدون في جهنم، ولكن المسلمين يحترقون في نار جهنم على قدر أعمالهم، وبعدين علشان في قلبهم لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخلون الجنة.